أمام يعني تراجع حقينة المنشآت المائية الكبرى بالمملكة، هل يمكن أن نشهد تخفيضا في صبيب الماء الشروب خلال الأشهر المقبلة؟ من الممكن جدا، وهذه المسألة شهدناها في الفترة ديال الصيف في جديدة، في سيدي بنور، برشيد، سطات، مجموعة المدن، وهذه المسألة هذه عهدناها في مجموعة المدن طيلة السنوات الماضية، مدينة مكناس مثلا في 2016 2017، مدينة فاس. يعني هذه المسألة هذه عندما يكون هناك صبيب قوي في خلال فترة النهار يقابله صبيب ضعيف في فترة الليل من أجل استدامة هذه المادة الحيوية، نعلم جيدا أن الاستهلاك اليومي لهذه المادة الحيوية تكون طيلة اليوم، ولكن يعني لو بيك ديالها كيكون خلال النهار، وبالتالي ملي كنخفضوا من الصبيب خلال فترة الليل فاحنا تنضيف واحد الكمية إضافية أو كنربحوا واحد الأيام أو واحد الساعات ديال استهلاك هذه المادة الحيوية، وهي ماشي مسألة مقلقة أكثر من أنها هي مسألة تنظيمية ومسألة اللي هي جد إيجابية من أجل الحفاظ على هذه الموارد المائية. الإشكال الآخر أن اليوم لازم أننا نفعلوا لهذه التصارع القانونية اللي عندنا لا في مجال ديال المراقبة ديال يعني ديال الماء او في مجال ديال الاستثمار في مجال الفلاحه، لان اليوم اذا كانت الحكومه اتخذت اجراءات جد متقدمه في مجال ديال يعني مجموعه المزروعات اللي تم اليوم يعني منعها من يعني من الدعم المقدم مثل الافوكا مثل البطيخ الاحمر ومجموعه ديال المزروعات اخرى، على العكس من ذلك لازم ان اليوم يعني نرفعوا شيئا ما الايقاع نوصلوا لما يسمى ب عقدة الماء، لأن اليوم الفلاح المستثمر الكبير لازم يكون عندنا واحد 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 الكونتور كنعبروا به الكمية ديال الماء، هل فعلا هذاك المستثمر أو هذاك الفلاح اللي أو أي يعني أي واحد تيستعمل اليوم مياه جوفية لازم يكون عندنا عدادات مثل العدادات اللي عندنا ديال الماء صالح للشرب، ويجب أن نقطع قطعا باتا مع استعمال ديال المياه صالحة للشرب من غير الماء صالح للشرب، لأن اليوم التجربة أبانت لنا أن مازال عندنا يعني محلات مفتوحة لغسل السيارات، مازال عندنا حمامات، مازال عندنا منشآت سياحية كتستعمل المياه صالحة للشرب، ونحن في عز الأزمة، وبالتالي يجب تفعيل جميع الآليات المراقبة، نتكلم عن وزارة السياحة، نتكلم عن وزارة الداخلية، عن جميع الآليات من أجل مراقبة الاستعمال ديال المياه صالحة للشرب والأخذ يعني والضرب بيد من حديد، لأن اليوم تفعيل ديال القانون سوف يعني يكون هو الحل في يعني في مرحبا.